محمد خليل في مواجهة قلعي. محمد خليل والهدف، والهدف الأول للهلال الرياضي برديف. الإمضاء محمد خليل من علامة الجزاء في زوز دقائق لعب، يتغير السيناريو ومحمد خليل من علامة الجزاء يعطي الأسبقية للهلال الرياضي برديف. هدف تاريخي لهلال رديف. زاد حصل عليه هلال رديف. تهري يرفع الكرة في القائم الثاني بالراس، والهدف الثاني، والهدف الثاني لهلال رديف. اعتقد انه غيث سعد فانتظار التثبت. هدف جميل جدا، مخالفة مباشرة في القائم الثاني بالراس دون رقابة في شباك علي القلعي. هاي الإعادة بالفعل، هو غيث سعد بالراس رغم محاولة علي القلعي. كرة كانت قوية مرة أخرى. محمد علي الطاهري وراء الأسيست نتاع الهدف، تاز التنفيذ وبالراس خذاها كما يلزم بطريقة مثالية. غيث سعد في شباك علي القلعي، لكن فهمي الرحالي يستعيدها من جديد. ياسين جديدي معاه زوز ملاعبية جديدي، يعمل المراوغة يمر ياسين جديدي، فرصة فرصة ياسين جديدي، والهدف الثالث بمجهود فردي ياسين جديدي يوقع على ثالث اهداف المباراة. استناش برشا هلال رديف دقيقتين تقريبا اقل شوية، وياسين جديدي بمجهود فردي يضيف الهدف الثالث لهلال رديف. ممتاز جدا الهدف ومجهود فردي من ياسين جديدي ورهان ايمن مخلوف على جديدي وعلى محمد علي الطاهري. هي العاده امامكم بمجهود فردي، ثم باخت علي القلعي تسديده قويه لا تصد ولا ترد، ما لقالها حتى حل علي القلعي ويثلث النتيجه ياسين جديدي.